حضرتك بتقول لنا كمان على القضايا المرأة المهمة اللي هي ناقشتها في كل أفلامها زي فيلم أريد حلا ولا عزاء للسيدات، وإيه تاني حضرتك كنت بتقولي؟ هي يعني مش بس كانت بتعمل شغل فن أو سينما، أو هي كانت بتدور على رسالة. قضايا المجتمع. يعني في الفيلم ده رغم أنها قصة حب بسيطة، إلا أن هي بتتكلم عن قيمة العمل وأهمية الإنسان يحافظ على كرامته. في الفيلم ده الأفلام اللي قضايا المرأة هي أريد حالا ده عمل ضجة، صحيح. وكواليس أريد حالا يعني قد إيه هي بتدور على شغلها. يعني ابتدى قصة أريد حالا ده ابتدى في بيت أنور السادات، رئيس أنور السادات. كانت بتشرب شاي مع سيدة جيهان السادات في وجود أمينة سعيد، و يعني مع بعض الصبح. فأمينة سعيد كانت كاتبه في حواء، ودي كانت الصحافه لما كانت قويه، والصحافه لما كانت بتأثر. فكانت مجله حواء دي اجيال واجيال عاشت عليها، يعني عاشت اتربت عليها يعني. طبعا. فكانت كاتبه قصه ام، فكان بتكتب باب مشاكل، قصه سيده زوجه عاشت مع زوج 30 سنه، وبعدين بعد 30 سنه هو حب يتجوز حد تاني، واحده تانيه، فقال خلاص باي باي، وده سنة نفقت متعة وخلاص، وده قانون مفيش حاجة تانية. فالست بعت الأمينة السعيد بتقول أنا بعد ما كنت زوجة أنا بقيت دلوقتي بشتغل في حضانة أطفال وصحتي مش قادرة. فجيهان السيدة جيهان السادات وفاتن حمامة تحمسوا إن هما لازم يعملوا حاجة، يعني لازم السينما تأدي تحمي المرأة، تعمل دور. يعني ليه ازاي ده يحصل؟ فين القانون؟ اكيد ده مش حتى الشريعة الإسلامية ما بتقولش كده، او لازم يبقى في حماية يعني اجتماعية. فكلمت السيدة حسني شاه وقالت لها احنا عايزين نعمل قصة دي وبحث عن اوضاع المرأة وازاي يبقى في حماية للأسرة. ففي الحقيقة السيدة حسني شاه عملت عمل عظيم، لأن هي الشغل في الفقه وفي الشريعة الإسلامية وفي القانون إنك تجيبي قصص ويبقى القصص دي واقعية مع الشريعة الإسلامية وما تبقاش فيه خطأ، لأن أي خطأ هيبقى جريمة في الفيلم، الفيلم أكيد. هيبقى يدخل يبقى عليه قضية. فهي سيدة حسني شاه عملت بحث غير عادي، وكانت فاتن حمامة، السيدة فاتن حمامة كانت وراها. اشتغلوا قد ايه عشان الفيلم يطلع ونتفرج عليه في أكتر من سنة، أكتر من سنة، لأن القوانين والذهاب للمحاكم والقضايا بقى، يعني القضية الأساسية دي أمينة، دي قضية أمينة رزق في الفيلم، دي ما كانتش القضية الأساسية. فجابوا قصص، يعني قصص من جوه الأحوال الشخصية، وسيدة حسني شاه نسجت الـ الرواية اللي هي فعلا كانت نواة لتغيير القوانين بالظبط، ساهم فيما بعد ولحماية تغيير المرأة، القانون. لأن الـ المرأة والأسرة كمان ومن غير عمره.